بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفوة خلق نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ما زلنا مع سورة الفاتحة، واليوم مع سورة الفاتحة بطريقة ميسرة وسهلة جدا إن شاء الله تبارك وتعالى، حيث نبين المعنى الإجمالي من السورة الكريمة، وكذلك الوقفات أو اللمسات الإيمانية، وكذلك أي بعض معاني الكلمات. فالدرس اليوم قصير وليس طويل إن شاء الله تبارك وتعالى. المعنى الإجمالي هذه السورة طبعا هي أعظم سورة في القرآن الكريم، وفيها يرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى حمده والثناء عليه وتمجيده تبارك وتعالى وإفراده وحده بالعبادة وطلب العون. طيب، يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى حمده في قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، والثناء عليه الرحمن الرحيم، وتمجيدي مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين كما استمعنا في قراءة أخرى رواية ورشة النافع، وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة في قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وطلب العون وإياك نستعين، وأن يسألوه الهداية إلى الطريق الموصل لجنته في قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعدها: صراط الذين أنعمت عليهم، لا طريق المغضوب عليهم كاليهود ولا الضالين كالنصارى، في قوله تبارك وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، ممكن يأتي سؤال تدبر الآن: لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم وغير طريق الضالين؟ لم يذكر الله تبارك وتعالى، أو في قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، بعدها غير المغضوب عليهم. لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين؟ لم يذكر الله تبارك وتعالى الصراط مع هؤلاء المنحرفين عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعدم أهميتهم وما هم عليه، أو يعني ممكن نقول يعني استهانة بهم، لأنهم ليسوا على طريق وإنما هم في طريق الضلال. فلم يذكر الله تبارك وتعالى ولم يقل غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضلال، فكانت الآية صراط الذين أنعمت عليهم، ذكر الصراط فقط مع من؟ مع المؤمنين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دي برضو لفتة جميل. يبقى دي كانت معاني إجمالية كده، معاني سريعة تورثك الخشوع وأنت بين يدي الله تبارك وتعالى. يبقى سورة الفاتحة أعظم سورة، فيها يرشد الله تبارك وتعالى على عبده دايما كده: أستشعر الحمد لله رب العالمين، أتذكر جميع النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى علي بها، النعم الظاهرة والنعم الباطن، الثناء عليه في قوله تعالى: الرحمن الرحيم، أتذكر رحمة الله تبارك وتعالى بنا في الدنيا، حتى وأنا عاصي أنت بترحمني يا رب وبترزقني، وأنت دايما يعني خيرك كله نازل إلي وشر إليك صاعد. يبقى تذكر مع قوله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم عندما يكون لله تبارك وتعالى رحمة خاصة بعباده المؤمنين، وتمجيده مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، فخاف من يوم القيامة، خاف من يوم الحساب، هذا اليوم الذي سيكون فيه العقاب وسيكون فيه المجازاة، إما جنة وإما نار. وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، دايما ده بيجدد جواه كده الإخلاص لله تبارك وتعالى: لا أعبد إلا إياك، إخلاصي كله لك يا رب، ألا لله الدين الخالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يبقى دي معاني سريعة كده وأنا واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، لأن بعد كده هندخل في التفسير المطولة، لكن دي معاني عشان نشتغل بها الآن ونحن في الصلاة بين يدي الله عز وجل. يبقى طلب العون، وأن يسألوه الهداية إلى الطريق الموصل لجنته. وسبحان الله لما تصل بين الآيات كده تجد معاني جديدة تأتي إليك. يعني مثلا عندما أقرأ مثلا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، وبعدين أجيب تاني: وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، كأنك تطلب من الله تبارك وتعالى الإعانة أن يعينك على السير في الطريق في الطريق المستقيم. فدي معاني جميلة، وأن يسألوه الهداية إلى الطريق الموصل لجنته، طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، لا طريق المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى.
طيب من معاني الكلمات في قوله تبارك وتعالى بسم الله، أي أبتدوا قراءتي مستعينا بسم الله عز وجل، يوم الدين يوم الجزاء والحساب، الصراط المستقيم الطريق الذي لا عوج فيه وهو الإسلام، الحمد لله كلمة لكنها تملأ الميزان فاملأ ميزانك به. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله إيه؟ تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. في حديث آخر كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دايما كده يكون على لسانك في ذهابك وإيابك في عملك في أي مكان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عد كده خلص 100، خش في 100 الثانية، 100 اللي بعدها، إن شاء الله تقول 2000 أو 3000 مرة، كله في ميزان حسناتك وتسكين لميزانك إن شاء الله تبارك وتعالى. وبعدين عارفين أهمية الميزان ده، ده ممكن تكون من أصحاب الأعراف، يعني لا طول جنة ولا طول نار، كما قال الله تبارك وتعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيما قالوا إيه ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. فدي مشكلة انك تبقى بين الجنة وبين النار وتحتاج حسنة واحدة بس ان تثقل الميزان بتاعك. يبقى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تذكر هذا الذكر مع قوله تبارك وتعالى الحمد لله، وانت بتقرأ كده الحمد لله رب العالمين. انا في اليوم ده حمدت ربي كم مرة، حمدت ربي كم مرة، ممكن اليوم يعدي عليه كله وانشغل بأمور الدنيا والكلام ده وما اقولش سبحان الله وبحمده حتى ولو مرة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. طيب قول يبقى كذلك من أجمل التأملات في سورة الفاتحة أن تدرك أن مالك يوم الدين هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، فذا يزيدك رجاء في الله عز وجل. وخلي بالك أركان العبادة بقى الثلاثة جمعت في سورة الفاتحة. أركان العبادة اللي هي إيه؟ من يعرف؟ اللي هي المحبة والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء دي أركان العبادة الثلاثة، وانت بتقرأ الحمد لله رب العالمين الحمد ده نابع منك عن محبة لله عز وجل، يبقى ده الركن الأول المحبة. رقم اثنين بعدها ايه؟ الرحمن الرحيم، يبقى هذا رجاء في رحمة الله تبارك وتعالى. رقم ثلاثة مالك يوم الدين، ده خوف من يوم القيامة، يا ترى أنا هكون من أي الفرقين، من السعداء أم من الأشقياء؟ يبقى دول الثلاث أركان العبادة اللي هم المحبة والخوف والرجاء. العلماء بيقولوا العبد في سيره إلى الله عز وجل كالطائر الذي يطير بجناحين، فإذا سقط أحدهما سقط الطائر على الأرض. بمعنى إيه؟ المحبة هي رأس الطائر، هي رأس الطائر. الجناح الأول هي الرجاء في الله تبارك وتعالى، الجناح الثاني هو الخوف من الله تبارك وتعالى. أنت بتجمع ما بين المحبة والخوف والرجاء، والثالثة دولت لا يكون إلا لله عز وجل. يبقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طيب وإياك نستعين، دي برضو لمسة إيمانية، لن يستطيع أحد أن يعبد ربه عز وجل إلا بعونه، فسل ربك أن يمدك بالمعونة والثبات والتوفيق سبحانه جل وعلا. يبقى لن يستطيع أحد أن يعبد ربه عز وجل إلا بعونه، فسل ربك أن يمدك بالمعونة والثبات والتوفيق، اللي هم إيه؟ اللي هم ثلاث أنواع الهداية، اللي هو برضو إيه؟ هداية البيان والإرشاد وهداية التوفيق وهداية الثبات على طاعة الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.